بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه اسمها وصفه العشر استخدامات. عشر استخدامات هتعديهم معايا في الاخر. عشر استخدامات ما بتتكلفش عندك في البيت غير 5 جنيه. اول حاجه واصعب حاجه هي دهون المطبخ. اول حاجه دي هنستعملها فيها. هنشوف دلوقتي احنا هنستخدم مع بعض ايه. حله زي دي تكوني ما بتستخدميهاش، ما تستعمليش حله من بتوع الطبيخ. دي حله اهي قديمه عندي انا هستعملها. هنحط فيها ايه مع بعض؟ اول حاجه هتحطي فيها كوبايه من الليمون والقشر بتاع الليمون بتاع كوبايه الليمون دي، قشر اهو، نص كوبايه من ملح الليمون، كوبايه من البرسيل او اي مسحوق عندك، اي مسحوق موجود عندك، معلقه من الكربونات، كوبايه من الكربونات او معلقتين ثلاثه كتير قوي، فنجان اهو من برسيل الجل ده عشان الريحه بس، فنجان من البريل، كوبايه من الخل. طيب في الاخر عشان خاطر ايديك انت هتستعمليها تحط شويه من الجليسرين. ده كله هترفعيه على النار، بس هقول لك دلوقتي هترفعيه على النار هي اهم خطوه اللي انا بقول لك عليها دي، وسر السر في نجاح كل ده اللي هتعمليه دلوقتي. وصفتنا اهي بعد ما رفعناها على النار، واللي جاي ده هو السر الحقيقي في اللي هيحصل كله. هو ايه؟ هو انك هترفعيها على النار وهتغطي عليها وتعلي عليها البوتاجاز، وهتعملي حاجتين اتنين: هتقفلي باب المطبخ وتقفلي شباك المطبخ، وتسيب البخار اللي هيطلع منها كله يعرق كل الدهون اللي موجوده عندك في المطبخ. وبعد كده هوريكي هتحطي ايدك بس على السيراميك، ممكن من غير سلك، هتلاقي الدهون كلها ساحت. يا دوب بتعمليها بحاجه بسيطه قوي، فرشه بسيطه ولا اي حاجه، وبتمسحيها بتلاقي الدهون دي كلها انتهت. وبعد كده هقول لك 9 استخدامات التانيين اللي قلناهم للوصفه. ده شكلها اهو بعد ما بدات تغلي. هتعلي عليها النار اقل من 2 دقيقة، وبعد كده هتوطي النار خالص عشان ما تفرش منك، وترفعي الغطا عنها وتسيب البخار ده يطلع يملى المطبخ كله. ريحته كمان تحفه، ماليه الشقه كلها زي ما كنت مبخره الشقه. خلاص اهي. بعد كده هقول لك هتاخدي منها هتعملي منها ايه. وكده بعد ما الدهون كلها اهي بدات تدوب، دابت اهي من البخار، يا دوب بتحطي ايدك عليها كده، انت كنت قافله المطبخ اهي اهي، يا دوب بتمشي ايدك عليها بتلاقيها بدات تنضف، وتاخدي من الخلطه بالشكل ده كده اهي اهي، الدهون نطفت اهي اهي. وده كده اول استخدام ليها معانا، الخلطه معانا اهي. يا دوب بتمشي ايدك عليها تلاقيها نطفت وبقت زي الفل. خلصها، وبعد كده هقولك 9 استخدامات التانيين انا مش ناسياهم. ده هنا شكل السيراميك اهو بعد ما خلص، نضيف ازاي. وعايزه اقول لكم دي الحيطه اللي ورا البوتاجاز، كلنا عارفين كويس قوي في بيوتنا الحيطه اللي ورا البوتاجاز بيبقى شكلها ايه من كميه الدهون اللي بتبقى كبيره عليها. انا ما كانش عندي كميه دهون كبيره قوي، بس ده السبب، عشان انا بستعمل الخلطه دي كل 3 شهور مره، بعملها كل 3 شهور مره، فالدهون ما بتبقاش كتيره قوي يعني للدرجه اهو. بعد ما نضف وبقى زي الفل. ودلوقتي انا قلت لكم ان الخلطه دي لها 10 استخدامات. طيب ايه هما ال10 استخدامات؟ اول استخدام قلناه هو دهون السيراميك، وانا وريتكم ده. طب التانيه البوتاجاز وحوامل البوتاجاز والعيون والفرن، بيخلي البوتاجاز بيلمع، تعبيها عندك وتستعمليها. تالت حاجه في الحمام، تستخدمها في ايه في الحمام؟ في التواليت، القعده بتاعه التواليت، بتكبي فيها شويه بفرشه وبتضربي عليها السيفون، الميه بتنزل عليها بتخليه زي الفل. طيب رابع حاجه الشفاط، الفلتر بتاع الشفاط بيخليه زي الفل. طيب اخر سادس حاجه غسيل الهدوم، تستعمليه مع شويه برسيل جل وتحطي منه
في الغسيل بتاع الهدوم بيبقى زي الفل برضو. السبعة تستعمليها، ممكن تاخدي شويه من الميه دول وبتحطي عليهم بوطاس، بس انا ما بحبش استخدم البوطاس قوي، بتدوبي بيه وتحطيه على شويه من الميه دول، وتكون الكميه قد بعضها، وتحطي عليه شويه من الجليسرين. ممكن تستعمليه حاجات كتير قوي، ممكن تستعمليه لغسيل المواعين، ممكن تستعمليه على البقع، بيزيل البقع بشكل رهيب. طيب تاسع تامن حاجه السجاد، في تنظيف السجاد وغسيل السجاد بيبقى تحفه. طيب تاسع حاجه، تاسع حاجه الليمون اللي كان هنا لو تلاحظوا ما بقاش موجود، هتاخديه مع شويه من الميه دي وتضربيه في الخلاط، بيبقى بالشكل ده، بيديكي معجون. ايه المعجون ده؟ المعجون ده اللهلوبه اللي احنا كلنا بنشتريها، بننضف بيها الانتريهات وبننضف بيها حاجات كتير. طيب ما استعملتيش الاستخدامات دي كلها 10 استخدام، ممكن تاخدي الميه دي وهي لسه بتغلي تكبيها جوه البلاعه، بتسلك البلاعه وبتفور كل الدهون اللي فيها وبتخليها زي الفل. بكده انا اكون قلت لكم ال10 استخدامات كلهم، ووريتكم الدهون طبعا اللي كانت على السيراميك في الحيطه اللي ورا البوتاجاز، ودي بالذات بتبقى اكتر دهون فظيعه في المطبخ. كده ال10 استخدامات اهم. اشتريتي انت ايه من بره؟ اشتريتي شويه من ملح الليمون او الكربوناتو، يعني بحوالي تقريبا 5 جنيه. اتمنى تكون الوصفه دي عجبتكم، في امان الله.